شفشاون، مدينة مبنية على الجبل كيلقبوها بالجوهرة الزرقاء، كتعتبر واحدة من ضمن أكثر المدن السياحية ماشي غير في المغرب ولكن في العالم كامل، بسبب جمالية الهندسة المعمارية في المنازل والأزقة واللون الموحد في المدينة. علاش شفشاون كتسبق بهذا اللون الزرق والأبيض؟ شي كيقول لك عاد ديال حساب اليهود اللي كانوا الحزام هذا اللي كتشوفوا هنا صناعة يهودية وكانوا كيديروا اليهود كيتحزموا به. هذا الثمن ديالو حاليا داير تقريبا 2 ديال المليون. شي حاجه على شفشاون بالهنديه سي بلاك سمعتو بابيلور تاع سيت كما كيريتو بالكل. غادي ندخلوا نشوفوا الحبس الخوت ديال القصبه كيفاش داير من الداخل. هو الرمز ديال مدينة شفشاون. هذه الخوت هي الدخلة ديال مدينة شفشاون، ديال المدينة القديمة ديال شفشاون. هذه هي الدخلة ديالها، كندخلوا مع هذا الباب. هذا المدينة مؤسسة للدفاع عن الأندلس من أجل أن ينطلق من هنا المجاهدون يدافعوا عن المغرب ضد البرج. سنة 1471 مولاي علي بن راشد غادي يأسس هذه المدينة باش تكون قلعة عسكرية لحماية تراب المملكة المغربية، وغادي يسكن فيها اللاجئين الموريسكيين والمسلمين واليهود اللي طردوهم من الأندلس بعد سقوط غرناطة، وكانت كتعتبر هذه المدينة بمثابة قلعة للمجاهدين ضد الاستعمار. المعلومات اللي كاتبين على القصبة، كان بناء هذا الحصن على يد مؤسس شفشاون المولى علي بن موسى ابن راشد سنة 876 هجرية. غادي ندخلوا لهاد القصبة وغادي نكتشفوا الخوت، شوفوا شنو فيها الدار. وسط القصبة الخوت كاين هاد البلاصة، هادي سميتها السجن التاريخي. هنا الحبس ديال القصبة، غادي ندخلو نشوفو الحبس الخوت ديال القصبة كيفاش داير من الداخل. بسم الله طلع، شوفو معايا هاد القصبة هادي الحبس ديالها من الداخل كيفاش داير. وهذا الحبس الصغير هنا فين كانوا كيشدو دوك المجرمين، دايرين هاد السناسل هادو. شوفو هنا كاينين هاد السناسل كيسنسلو من رجليهم، هادو هما السناسل كيسنسلو من يديهم. شوفو معايا هنا هاد البين، هاد الحبس كانوا مظلم بزاف حيت هاد الضو هاد البورات يلاه عاد داروه مؤخرا جدادي. هذا هو البرج البرتغالي. شفشاون كتسبق بهذا اللون الزرق والابيض، انت ولد شفشاون علاش؟ احنا ولد شفشاون كبرنا هذا البنو كيسوقوا هذه الصباغه هذه. شي كيقول لك على حساب اليهود اللي كانوا ساكنين هنا، شي واحد اليهود اللي كانوا ساكنين هنا كانوا كيسبقوا يمكن بهذه الصباغه، يمكن داكشي علاش بقات متوارثه. هذاك الشيء انا اللي على حساب العلم ديالي. الأندلسيون لما قدموا إلى هنا قدموا بثقافتهم وقدموا بخصائصهم وهويتهم، فمن هذه الأشياء التي جاء بها الأندلسيون فن الزخرفة، فن النقش. الأمر الآخر وهو القرميد الأحمر، ثم النوافذ الصغيرة لكنها جميلة منمقة تعطي انطباعا خاص بفن الهندسة الدقيقة. الحزام
هذا اللي كتشوفوا هنا صناعه يهوديه وكانوا كيديروا ليه وكيتحزموا به. شوفوا معايا الشكل ديالو كيفاش داير من هنا. هذا الثمن ديالو حاليا داير تقريبا 2 ديال المليون باش كيدير دابا حاليا، لانه هاد الصناعه دي قليله بزاف وما بقاتش، وكتعرفوا ان هذا صانعينو اليهود هما اللي صانعينو، دونك راه قلال باش غادي تلقى باقيين كيصنعوا. جوج سقايات هادو تبناو في القرن الرابع عشر وباقيين خدامين اليومين هذا، والماء هنايا باقي كيتطلق من السقاية. نشربوا شي شريبة من هاد السقاية. غادي نمشيو عاوتاني نخرج، غادي نطلعو على المدينة كاملة، غادي نشوفو المدينة كيفاش كتبان. تحياتي. الله يحفظك. نتوما من أين؟ من الهند. من الهند. أيوه. واش عمركم الخوت شي هندي كيهضر بالدارجة وبالعربية؟ الحمد لله على نعمة الإسلام. الحمد لله. قول لي شي حاجة، علاش فشاون بالهندية؟ مجھے شیف شاون بہت پسند آیا ماشاء اللہ بہت خوبصورت جگہ ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ایک دم کیراک نیوز ہے یہاں آجا ایک دم موت آجا جلدی آؤ کدھر ہے جلدی آؤ ٹھیک ہے کیا ہوتا بابا ایسے بلاگز میں آئے تو پاپیلر ہوتے ایسی کاما کرے تو بالکل پاپیلر ہوتے زندگی میری محبوبا میری محبوبا کرینہ کپور زندگی ہندی ہی زندگی ہندی ہی شف شاولی غریبی مرحبا بكم في بلادكم، مرحبا بكم في المغرب، اللي شرفتونا، شكرا ان شاء الله نجيو عندكم الهين، تعبوا وقتكم، شكرا شكرا بارك الله فيك. مراد رشان. مراد اوكي مراد رشان. مرحبا بكم اخوتي، اي واحد جا الشاول يجي عندي راه كاين في راس الماء، وسميه ديالي بوزنيني، مرحبا بكم. الله يحفظك الله يحفظك أمورك. واه يا سلام. انا عاد عرفت الخوت علاش كتسمى بالجوهره الزرقاء، حيت جات الشكل ديالها وسط الجبل واللون ديالها زرق، كتبان فريمون بحال شي جوهره زرقاء وسط. شوفوا اللون ديال الجبل وهي كامله بالابيض والزرق، فريمون كتبان بحال الجوهره. كما الخوت في الشاون عيانه كجات عيانه اش كيقول هذا الدراري ها اش هذا الشيء ما طايل عصا ضربو قرفدو كجات في الشاون كجاتك عيانه كجات في الشاون مزيان والله الا مزيان ما شاء الله عمرها دار واش ميشه مطنطمه تحياتي للناس الشاون واحد واحد ميشه مطنطمه مزيانه اخويا تعاودوا ترجعوا للشاون ضروري 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 ماشي جوج ماشي ثلاثه ماشي اربعه الشاون من احسن المدن في المغرب شاون يا نوارق يا الحليبه يا نوارق راندا 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 راندا